طيب دلوقتي حد قاعد في البيت خلاص وهو بيته بشكله كل حاجة هو خلاص عمله عايز يعدل فيه شوية ممكن يعمل ايه؟ يجرب مثلا ان هو يزود زرع اخضر في البيت بقى موضة دلوقتي جدا لا كان في الفترة اللي فاتت البلكونات صيحة البلكونات صراحة دي حاجة مهمة جدا يعني خلي بالك احنا برضو بنستهون بأهمية بيتنا عامل ازاي وده تأثيره علينا عامل ازاي صح يعني انت لما بيبقى بيتك مش هقولك شكله فظيع بس مجرد ان هو متروق مفهوش كركبة وقدامك كلين لاينز يعني خطوط واضحة وصريحة الدنيا مش داخلة في بعضها ونظيف كده فتحس انت مبسوط بتحس بهدوء طب تخيل لو بيتك ده كمان متصمم بطريقة تبقى مريحة للعين ومناسب مع شخصيتك انت هتحس نفسك اهدى وانت مش واخد بالك ده من ايه فاحنا دايما بنهتم قوي بالصرف على البيت نفسه بس ما بنهتمش بالبيت جوه البيت جوه بقى أوكي. مع ان لو احنا فكرنا فيها هنلاقي ان انت يعني بتتعاملي او بتبقي جوه البيت ده اكتر ما بتتعاملي مع الحيز الخارجي بتاعه فلازم نديله طبعا نفس الاهمية في حاجات بقى ممكن نعملها اكتر حاجة بتنقل من البيت وتشقلبه تماما اللوح والفن عامه يعني صح. ان انا الجا للارت بقى ونرجع تاني نقدر شويه الشغل ده انا بقى ممكن انا اشوف بقى شخصيتي فيه برضو ترندز طلعت الفتره اللي فاتت زي الستايل اللي هو الدريم كاتشر والكده اشوف انا شخصيتي رايحه لايه لو انا شخص بحب الزرع طبعا بيدي هدوء رهيب جدا بيدي راحه نفسيه اللون الاخضر عامه من الالوان اللي ليها جود فايبس في البيت فابتدي احط زرع احط لوح بترفلكت الطبيعه شويه ابتدي ارد عليها بستاير ترد على اللوح دي كوشنز خداديات شويه تعديلات بسيطه جدا بتريح العين النفسيه عارف كمان ايه الحاجات اللي ممكن تخلي الناس تحس ان البيت اختلف تماما ان هم يغيروا التقسيمه المقدسه اللي هم حاطينها غير اماكن الحاجات انت خلاص انت بعد فتره متعود انت بتدخل تفتح الباب تلاقي سفره في وش الباب اوكي طب ايه اللي هيحصل لو بدلنا مش هيحصل اي حاجه تمام فاغير انا اماكن اقعد حتى دلوقتي والاهل كلهم في البيت يقعدوا يلعبوا انا دي حاجه انا بعملها مع ولادي يلا احنا زهقانين يلا نغير ترتيب البيت فنقعد نزق في الكنب ونزق في السفره ونجيب حاجه من اوضه النوم ننزلها تحت وحاجه من تحت نطلعها فوق وفعلا بنحس بتغيير وكمان ولاد بيتبسطوا جدا يعني كنوع من انواع الاكتيفيتي معاهم وفي حاجات دلوقتي بقى كتير يعني على السوشيال ميديا الحاجات اللي الناس تعملها بايديهم انت شفتي الترند اللي على البلكونات وكده دي حاجات كلها كل الناس نزل جاب الكاوتش من العربيه لا ابتدوا عملوا مكيفات دلوقتي في البيت خشب لان الانترنت سهل الدنيا يعني بقيتي انت لو في حاجه مش عارفاها وعايزه تتعلمي ازاي تعمليها موضوع سهل وبسيط وكمان الاونلاين شوبينج سهل الدنيا فبقيتي تطلبي الحاجه على للاسف المحفظه تبدأ بدري فبتبقى ظريفة بس في الاخر بتتبسط هي مش فكرة انك تصرف فلوسك الفكرة انك تبقى مبسوط